خاص بفريق 97 في النادي الاهلي، شباب النادي الاهلي، واللي قدروا ان هم النهارده يفوزوا في مباراه كبيره جدا على نادي الزمالك في ختام بطوله الجمهوريه بنتيجه 2-1، وادوا في الحقيقه مباراه قويه جدا جدا على ملعب النادي الاهلي في مدينه نصر. عشان كده خلينا نستضيف على الهاتف سريعا المدير الفني طبعا لفريق النادي الاهلي 97 كابتن عمرو انور. يا كابتن عمرو مساء الفل عليك. الو الو يا كابتن عمرو، مساء الخير عليك. ايوه مساء الخير عليك وعلى جمهور النادي الاهلي وعلى المشاهدين جميعا. يعني عايز ابارك لك طبعا على الفوز النهارده، يعني الاهم طبعا الفوز ببطوله الجمهوريه، والاهم تاني برضه هو الفوز على نادي الزمالك بمباراه قويه جدا ونتيجه 2-1، فببارك لك طبعا على هذه النتيجه، وعايز اطمن من خلالك على مجريات المباراه والامور كانت ماشيه ازاي بالنسبه لكم النهارده. وطبعا في البدايه طبعا الله يبارك فيك ومبروك للنادي الاهلي، لعيبه وجمهور ومجلس اداره. فوز انا شايفه في يعني في وقته في نهايه بطوله صعبه وبطوله مهمه لفريق، يعني يعتبر انا بالنسبه لي يعني بعتبر فريق الشباب في النادي الاهلي ده الفريق الرديف للفريق الاول طبعا. يعني بالنسبه لي النهارده كان مهم ان احنا نختم الموسم بشكل كويس، فوز معنوي للعيبه كويس، لان يعني الحمد لله احنا من بدايه الموسم ماشيين بشكل كويس جدا، ماشيين بشكل ايجابي. قدرنا ان احنا نحسم بطوله الدوري قبل نهايتها باربع مباريات، ودي حاجه كويسه جدا وتتحسب للعيبه طبعا بشكل كبير. بس كان طبعا انت عارف ان مباراه الزمالك والاهلي دي مباراه خاصه طبعا، اكيد اكيد لما بتنهي بيها الموسم وبتنهي وانت كسبان بيبقى الـ يعني الفوز بالبطوله ليه طعم تاني، ليه طعم مختلف. ده اللي حصل النهارده. يمكن اكتر حاجه عجبتني النهارده مش موضوع ان احنا كسبنا ومش موضوع ان احنا فزنا، لا، الموضوع ان احنا عملنا مباراه قويه جدا جدا جدا، سيطرنا على يعني على مجريات الامور من اول دقيقه لاخر دقيقه. يعني حتى الهدف اللي دخل فينا هدف من ضربه جزاء، انا شايف ان هي مالهاش اي علاقه بضربه الجزاء، تمام، ولكن هنقول ان هو ده حل الكوره. يعني يحسب للعيبه ان بعد ما دخل فيهم الجون ان هم كانوا متماسكين جدا وقدروا يسيطروا على المباراه تاني، قدروا يوصلوا للجون اكتر من مره، بس ما كانش فيه توفيق ان احنا نقدر نزود عدد الاهداف. تمام. كشكل واداء لا، اللعيبه ادت مباراه كبيره جدا جدا النهارده بشكل كويس جدا، ويمكن هي المباراه هتتذاع النهارده ان شاء الله بالليل. طبعا الساعه 11 نادي الاهلي طبعا، وده تنويه يعني لازم نقول لكل جماهير النادي الاهلي انتظروا مباراه الاهلي والزمالك ان شاء الله في تمام الساعه 11 بالظبط في قناه الاهلي باذن الله تتفرج عليها باذن الله. يعني الناس اذا اتفرجت، لا النهارده هتتفرج على ماتش كوره كويس جدا، هتتفرج على فرقه كوره محترمه جدا ادت الشوط الاول على اعلى مستوى وقدرنا ان احنا نطلع كسبانين 2-0. يعني انا بحيي اللعيبه طبعا وبشكرهم على الاداء وعلى ان هم ما استسهلوش الامور وما بسطوش الامور وما اعتمدوش على ان هم خلصوا بطوله الدوري، لا بالعكس ادوا المباراه النهارده كان الثلاث نقط بتوع النهارده هم اللي هيكسبونا الدوري. تمام. ودي كانت النقطه المهمه جدا اللي كانت لازم توصل للعيبه. طيب كابتن عمرو، النادي الاهلي وصل للنقطه رقم 88، وده رقم قياسي كبير جدا ما حصلش خالص في بطولات الجمهوريه بشكل عام، هل ده كان هدف بالنسبه لكم كنتوا بتسعوا لتحقيقه خلال الفتره اللي فاتت وبالتحديد من خلال مباراه النهارده امام الزمالك؟ يعني شوف انا هقول لك على حاجه، احنا من ساعه ما حسمنا لقب الدوري وانا كانت قعداتي كلها واجتماعاتي مع اللعيبه ان احنا لسه فاضل اربع مباريات عايزين منهم يعني ال 12 بوند، انت فاهم قصدي؟ يعني يمكن الحظ ما حالفناش في مباراه المقاولين وقدرنا ان احنا نكسب الثلاث مباريات التانيين اللي هم كان سموحه وكان الزمالك وكان الجيش، ودول على فكره من افضل واقوى الفرق اللي هم موجودين في البطوله بتاعتنا السنه دي. يعني احنا اخر خمس مباريات تقريبا لعبنا افضل خمس مباريات في الدوري. كان قبليهم كان في مباراه انبي، وبعد كده وقبل انبي كان في المقاصه اللي هو المنافس صاحب المركز الثاني بالظبط، انا بقول لك ده المنافس الاقرب لينا. فانت اخر ست مباريات في الموسم لعبت اقوى ست مباريات او اقوى ست فرق في الدوري. تمام. يتحسب للعيبه طبعا ان هم من الست مباريات من ال 18 نقطه جابوا 14 نقطه كويس، وقدروا ان هم يحسموا بطوله الدوري قبل نهايتها باربع مباريات. انما كان الهدف بالنسبه لنا زي ما انت قلت ان احنا ننهي الموسم باكبر عدد من النقط باكبر عدد من الاهداف، ان احنا يكون هجومنا اقوى هجوم ودفاعنا اقوى دفاع، وده اللي قدر يعني قدرنا الحمد لله بفضل ربنا ان احنا نحققه الحمد لله.
الحمد لله. طيب كابتن عمرو، برضو عايز اسالك عن احد الاهداف المعروفه عن قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وهو تصدير اللاعبين اصحاب القدرات الجيده للفريق الاول لكره القدم. الفريق بتاع 97 بالتحديد، عايز اطمن على العناصر بتاعته، هل هم عناصر ان شاء الله باذن الله في القريب العاجل ممكن يكونوا اضافه قويه للفريق الاول بالنسبه للنادي الاهلي؟ والله في، يعني انا طبعا يعني احنا النهارده بنتكلم، يمكن انا المشكله اللي كانت واجهتني شويه لما مسكت الفريق ان في الدور الثاني طلع عدد كبير جدا من اللعيبه اعراض، يعني فعلا العدد فعلا الاعراض تقريبا حوالي 14 لعيب او 13 فعلا، فكان العدد اللي عندي بتاع اللعيبه اللي هم ال 97 كان محدود شويه، كان تقريبا بالظبط اللعيبه اللي موجوده عندي في القايمه 14 لعيب بس اللي موجودين. كنا بنستعين بلعيبه من مواليد 99 ومواليد 98 و2000 و2001. يعني النهارده حتى في الملعب النهارده كان في عربي 2001، عربي بدر اه لعيب مميز بالظبط، كان في مصطفى شوبير 2000، نزل مصطفى الياس مواليد 2000. يعني عايز اقول لك ان احنا الهدف بتاعنا برضو والهدف اللي احنا ماشيين بيه في النادي سواء في قطاع الناشئين او في فريق الشباب حته التصعيد. كويس. اوريدي كان في لعيبه عندنا صعدت، يعني زي احمد ياسر ريان، احمد حمدي، زي يعني انا مش عايز انزل الجزار، في ناس كتير، عمار حمدي، في ناس كتير جدا، عمار حمدي، يعني في لعيبه كتير غير كريم يحيى، وكريم يحيى كمان صح كتير بالظبط، انا مش عايز انسى حد. انما المجموعه اللي باقيه لا، انا شايف ان فيها يعني اكتر من 2 لعيبه 3 لعيبه محتاجين ان هم يتشافوا، محتاجين ان هم يكونوا متواجدين مع الفريق الاول، علشان الجهاز الفني بتاع الفريق الاول هو اللي يقدر يحكم عليهم ويكون هو اللي واخد فيهم القرار بنسبه كبيره جدا. لان انا بقول لك اللعيبه السنه دي وخصوصا في الفتره اللي هي بتاعت الدور الثاني، بقول لك لما العدد قل طبعا، لا اللعيبه ادت موسم كويس جدا، قدرت انها تفوز بمباريات صعبه جدا، في مباريات عملوها على مستوى عالي جدا. اتمنى الفتره اللي جايه ان شاء الله، انا ان شاء الله باذن الله هيكون ليا جلسه مع كابتن سيد عبد الحفيظ، اقدم له تقرير شامل عن الفريق وعن اللعيبه المتواجدين خلال الموسم واللعيبه اللي طلعت اعراض، وهوضح له يعني النقط، وهوضح له الاسامي اللي هي محتاجه انها تتشاف ومحتاجه انها تاخد فرصه، لانها ممكن تفيد النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله هيبقى قرار في الاول وفي الاخر للمدير الفني وللجهاز الاداري بتاع الدرجه الاولى ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب من ضمن اللاعبين، او هو اللاعب الوحيد اللي حضرتك اخترته ان يكون متواجد في المباراه من الفريق الاول، هو احمد الشيخ. تقييمك لمستواه وادائه النهارده، هو جاب هدف في المباراه، تقييمك لاداء احمد الشيخ وخصوصا ان هو لسه راجع من الاصابه كمان؟ بالظبط لا هو صراحه يعني عمل، يعني انا عايز اقول لك هو عمل تقريبا 70 دقيقه او 75 دقيقه على اعلى مستوى، كويس قياسا بانه الفتره الطويله اللي هو بعيد فيها عن الملعب. لا هو عمل 75 دقيقه على اعلى مستوى، ادى تقل كبير جدا للفريق، ادى ثقه كبيره جدا للفريق في الملعب وللعيبه، كان متعاون بشكل كبير جدا مع اللعيبه، قدر ان هو يحرز الهدف الاول وقدر ان هو يصنع اكتر من فرصه. كويس. انا شايف ان المباراه كانت مفيده جدا بالنسبه له، وهو يعني انا بيتهيالي ان المباراه دي هتبتدي تحط رجله في الملعب تاني من اول وجديد، وهيرجع افضل من الاول ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اكيد احمد الشيخ لعيب مميز ونتمنى له كل التوفيق، واكيد نتمنى لحضرتك. اتفضل. دي حقيقه انا بكلمك بصراحه، انا النهارده يعني النهارده انا شفته عن قرب في الملعب، ان هو حتى ما اتمرنش معايا غير تمرين واحد، انما النهارده لما يعني وانت قاعد بره وانت بتتفرج عليه، انت فعلا بتتفرج على لعيب كبير. يعني قمه الهدوء وقمه الثقه والمهاره والامكانيات والتحكم في الكوره، وامتى بيقف على الكوره، وامتى بيسرع الريتم، وامتى بيوقف الريتم، وامتى بيوصلك للجون، وامتى بيقدر يلعب على الجون. لا صراحه يعني انا شايف انه حاجه مهمه جدا. والفتره اللي هو بيعت فيها دي، يعني هو لو كان رجع بدري عن كده شويه ولعب معانا اكتر من مباراه، لا كان هيوصل لمباريات اسرع من كده بكتير. طبعا يا كابتن عمرو، انا بشكرك شكرا جزيلا وببارك لك مره ثانيه، وكل التوفيق ليك ان شاء الله ولفريق شباب النادي الاهلي مواليد 97 ان شاء الله خلال الفترات الكبيره المقبله. بشكرك يا كابتن عمرو انور، طبعا المدير الفني لفريق 97 بالنادي الاهلي، اللي هم قدروا النهارده ان هم يفوزوا في مباراه كبيره على نادي الزمالك بنتيجه 2-1، مباراه